وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نبتدئ ونستهل الليلة عود، نسأل الله أن يكون عودا حميدا إلى بداية المجتهد. وغدا سيكون الاختبار الشفوي لبناء الملكة الفقهية في كتاب الاختلاف في القواعد الأصولية أيضا، أو أدلة القواعد الأصولية وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية. سنبتدئ بمسألة، يعني أكون المسألة لن نطول فيها، نبتدئ بمسألة وقفنا عندها وهي الكلام على الأسعار. كنا وقفنا عندها، نعم، الكلام على المسألة السادسة والوضوء بنبيذ التمر في السفر. في السفر قبلها كان الكلام على أسعار الطهر والاختلاف في أسعار الطهر، وهذه المسألة هي أصل المسألة على الكلام بالاختلاف بين العلماء في الطهر، الوضوء بفضل طهور المرأة، الوضوء بفضل وضوء المرأة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في أسعار الطهر على 5 أقوال، فذهب قوم إلى أن أسعار الطهر طاهرة بإطلاق، ومذهب مالك والشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وذهب قوم آخرون إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة. وطبعا هذه المسألة قد نقل فيها الإمام النووي الاتفاق أنه يجوز التوضؤ بفضل طهور المرأة والعكس، أن تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. هذه المسألة وإن نقل فيها الإمام النووي الاتفاق، الاختلاف فيها واقع بين العلماء، سنبينه إن شاء الله. أيضا نبين حديثيا كيف ينظر العلماء في الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كيف التعامل معها، ثم نستريح بعض الوقت ثم بعد ذلك الفتاوى بإذن الله تعالى. قال: ذهب أخرون أنه لا يجوز للرجل أن تتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل. وذهب أخرون أنه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا. وذهب أخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرع معا. وقال قوم: لا يجوز وإن شرع معا، وهو مذهب الإمام أحمد. طبعا الإمام أحمد أصلا عنده إذا خلت بهذا الماء، عنده في هذا الباب يقول: إذا خلت المرأة بهذا الماء. قال: وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الآثار، وذلك أن في ذلك 4 آثار. أحد هذه الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وأزواجه من إناء واحد. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت: اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له ابقي لي ابقي لي، ويقول لي ابقي لي ابقي لي. عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم جميعا. والحديث الثاني حديث ميمونة رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ماء، فقالت: يا رسول الله، يعني أنا اغتسلت منه، كنت جنبا. قال: سبحان الله، الماء لا يجنب. واغتسل بفضل طهور ميمونة. هذا حديث فاصل في النزاع في هذه المسألة. يا رب اهدنا واهديكم أبا بكر. القول الثالث في ذلك حديث الحكم الغفاري، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي وحديث حسن، أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. هذا حسنه كثير من العلماء وضعفه كثير. الخطاب أيضا ينقل تضعيفه عن العلماء وعن أحمد أيضا التضعيف. الرابع حديث عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. وشرع المصنف هنا يبين الكلام في الاختلاف، اختلاف المذاهب عند العلماء. طبعا
طبعا هذه الأحاديث ظاهرة التعارض. اعلم أخي الكريم عندك قاعدة أو ضابط، عندما تأتي بأحاديث يعني ظاهرها التعارض، أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، ظاهرها التعارض، فيكون هناك مناحي شتى في النظر إلى هذه المسألة التي ظاهرها التعارض. فترى من بعض العلماء من يرى بالجمع، يقول بالجمع بين المتعارضين، وهذا هو أصل الأصول عند العلماء المحققين. لما أولا؟ لأن هذه الأحاديث خرجت من مشكات واحدة، ولا يمكن أن تتعارض ولا يمكن أن تختلف. ليه؟ لأنها من الله جل في علاه، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك كان ابن خزيمة يقول: ائتوني بأي حديث ترونه معارضا لحديث آخر إلا جمعت لكم بينهما. وهذا فعل المحققين من أهل العلم لعموم قول الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلذلك القاعدة عند العلماء: إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ووجوه الجمع قد تختلف، قد تختلف، قد يكون الجمع يعني حمل العام على الخاص، أو تختلف أيضا في وجوه الجمع أن تكون الدائرة مختلفة عن الدائرة، وصرف النهي للكراهة أو صرف الأمر للاستحباب، يعني لها وجوه كثيرة في وجوه الجمع. لكن في القاعدة العامة هو النظر إلى المتعارضين أو ظاهرهما التعارض الجمع. الأمر الثاني أنه قد يكون هناك قوة في بعض الأدلة أقوى من أدلة أخرى فيذهبون إلى الترجيح. هذا النظر الثاني لنظر العلماء. الثالث هو أنهم إذا ثبت عندهم التوقيت والتاريخ ينظرون إلى النسخ. وطبعا مذهب العلماء المحققين كما قلت هو العمل بجميع الأدلة، العمل بجميع الأدلة عامة. دعنا نرى اختلاف العلماء في هذا الباب ثم ألخص لكم المسألة وما الراجح فيها، وهل ما قاله النووي باتفاق العلماء جواز الأمرين، يعني الجواز على الأمرين، يعني إذا توضأ بفضل المرأة أو توضأت بفضل الرجل أن هذا على جواز، هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم، إذن هنا ذهب بعض العلماء إلى الترجيح، فرجح حديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه على أنها على حديث النهي. فالحديث هذه أقوى، أن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول له: ابق لي، وتختلف يدي ويده، وتساقط الماء من يدها، فتقول له: ابق لي، ويقول: ابق لي. فقالوا: هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، وجواز وضوء أيضا المرأة بفضل وضوء الرجل. فقالوا هنا الجمع في هذا الباب أو الترجيح بأنه يجوز للمرء أن يفعل ذلك، يجوز للمرء أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة أو المرأة تتوضأ بفضل وضوء الرجل، لحديث عائشة رضي الله عنها رضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وأيضا يعضد ذلك حديث ميمونة، فحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها وطلب الماء قالت: كنت جنبا اغتسلت بهذا الماء، وهذا فضل الماء لها، يعني هذا ماء، هذا يعتبر نص في المسألة، لأن هذا الماء فضل عنها بعدما اغتسلت غسل الجنابة. قالت: إني كنت جنبا يا رسول الله، وهذا فضل ماء يعني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله ما لا يجنب. واغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن نحى إلى الترجيح قال بذلك، وقال بأن حديث النهي عن فضل الرجل أن يغتسل بفضل المرأة أو العكس، هذا الحديث لا يقاوم أحاديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في الجنابة، وأيضا حديث ميمونة، فهذه كلها في الصحاح، وهذا الحديث مختلف فيه، هذا الحديث مختلف فيه فلا يقاوم، لذلك قالوا بالترجيح. وأما من رجح العكس، حديث الحكم الغفاري بأن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وحديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة أن تغتسل بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، وهذا في سنن ابن ماجه. وهنا أيضا فيه كلام للعلماء، فمنهم من أخذ بهذا بأنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة لعموم نهي النبي، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وقالوا حديثكم حديث ميمونة، وأن النبي لما قالت له إني كنت جنبا قال سبحان الله الماء لا يجنب، وأخذه وتوضأ به، قالوا هذا مبيح وهو على الأصل، وحديثنا حاضر وهو ناقل. فالترجيح لهذا الحديث من وجهين: الوجه الأول أن الحاضر يقدم على المبيح عند العلماء، طبعا حيطة للعبادة، الحاضر يقدم على المبيح عند العلماء حيطة للعبادة. وقالوا أيضا بأن حديثكم مثبت للأصل، وحديثنا ناقل، والناقل زيادة علم، يعني حديثكم أنه توضأ بفضل المرأة هذا على الأصل، إذ الأصل الجواز، حديثنا ناقل عن هذا الأصل يقول لا يجوز، إذن مع الناقل زيادة علم فيقدم، مع الناقل زيادة علم فيقدم في هذا الباب. هذه وجهة من قال بأن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة. وهناك من رجح حديث ابن حزم الذي يتبنى ذلك، وهو الذي يقول بأن الحاضر يقدم على المبيح ولا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وجمع بين حديث الغفاري وحديث اغتسال النبي مع أزواجه في إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. فبعضهم قال إذا اغتسل معا صح ذلك، إذا اغتسل معا صح ذلك، ويستدلون على ذلك بحديثين. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن سرجس في سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد وفي غيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا، يشرعان جميعا. وعضضوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان يقول ابقي لي ابقي لي، وكنت أقول ابقي لي ابقي لي. سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس. فقالوا الجمع بينهما هو أنه يجوز أن يتوضأ بفضلها إن كان يغتسل معها أو يشرع معها، يشرعان معا في يغترف جميعا، يغترف جميعا من إناء واحد. وهناك من ذهب بين بالجمع بين الحديثين، وهذا قول جماهير أهل العلم، والجمع أولى وهو الأصح. فهؤلاء جمعوا بين حديث عبد الله بن سرجس وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه في إناء واحد. بعضهم قال لو قلنا بأن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة قد يغتسل بحديث ميمونة، ولو قلنا المرأة لا تغتسل بفضل الرجل فعائشة اغتسلت مع النبي صلى الله عليه وسلم واغتسلت بما يفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في هذا الباب هو أن نقول بالجمع بين هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، وأن يكون الأمر على الجواز، يعني إن فعل جائز له أن يغتسل بفضل المرأة وجائز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل على الجواز، وإن كان هذا ليس المستحب لكن على الجواز. بعضهم جمع بذلك، وإن كان البعض كما قلنا كالخطابي وغيره يرى بأن الأحاديث هذه أحاديث ضعيفة، كل الأحاديث التي جاءت في النهي عن فضل الوضوء بفضل المرأة حديث الحكم من الغفاري، الحكم الغفاري أن النبي نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وحديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرع معا، قالوا بأن هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة. طيب هذه المسألة فقهيا نبينها كما قلت إن كان الأمر على الجواز. قد قال بعض علمائنا بأنه يجوز، النووي نقل الاتفاق بين العلماء على جواز وضوء الرجل بفضل المرأة،
نعم، واستدلوا على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله جميعا، وهذا حديث في البخاري، هذا حديث في البخاري، كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ولذلك قال العلماء اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس. الخلاف الذي ورد بالنهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، لحديث الحكم الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة وإن كان هو جائز أيضا، يعني هذا الخلاف ورد فيه، لكن الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، لا سيما ما حدث مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قد ثبت عن ابن عمر وعن الشعبي وعن الأوزاعي المنع من غسل المرأة بفضل الرجل ورجل بفضل المرأة، ولكن نهى عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة إن كانت حائضا. وأحمد طبعا قال إن خلت بها، وصح عن عبد الله بن سرجس بأنه وسعيد بن سيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وقال أحمد وإسحاق لكن قيده بما إذا خلت به، لأن حديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمع، لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت المرأة بهذا الماء، وعرض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة من ابن عباس وقول مالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء. إذن خلاصة المسألة هو أن المرأة لها باتفاق أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، المرأة باتفاق لها أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، هذا باتفاق. والخلاف الذي حدث هو الرجل يتوضأ بفضل المرأة، وحديثان يمنعان الحديث، أو حديث يمنعه حديث الحاكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، وحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل. هذا الحديث كما قلنا عارضه قول عائشة بأنها قالت اغتسلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ورواية الحديث قال كان يغتسل وليشرعان جميعا، وهي كانت تقول له ابقي لي، يقول لها ابقي لي. لكن كما قلت خلاصة المسألة في هذا الباب الأصل الجواز، وعدد الأصل هنا بالنسبة للرجل بفضل المرأة، لأن الخلاف كله في الرجل بفضل المرأة، لأن عائشة كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل معها وتقول ابقي لي، يقول لها ابقي لي. يبقى هذه فيها دلالة أنها لها أن تغتسل بفضل الرجل، لكن النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سرجس أنه قال ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل إلا أن تشرع، وقال يشرعان معا إلا أن يغترف معا. فهذا النهي أيضا ورد في هذا الباب على أن المرأة أيضا تغتسل بفضل الرجل، لكن كما قلت نقل الإمام النووي الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل، والخلاف ورد في وضوء الرجل بفضل المرأة. قال أبي أحمد قال إن خلت به، ومنهم من قيد بأن تكون حائضا، وفي كل صراحة لا قوة فيما يذهبون إليه، وكما قلت الخطابي قال بضعف الأحاديث، وإن قلنا بتحسين بعض المتأخرين لهذه الأحاديث فإن الجواز ظاهر جدا بأحاديث مثبتة لذلك. الحديث الأول حديث عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. الثاني وهو مهم جدا وهو حديث ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لميمونة فقال لها الماء، قالت إني كنت جنبا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لميمونة قالت له الماء الباقي المتبقي أو فضل طهور المرأة هو الآن، إني كنت جنبا، قال سبحان الله الماء لا يجنب، واغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فصل الأمر. على كل هذا الحق أن هذا يعني هو على الجواز، وأما ما قال أحمد إذا خلت به لم يرد دليل على ذلك، فإن ميمونة قد خلت به، وبعضهم قيدها بأن تكون حائضا، وهذا مذهب كثير من الصحابة، لكن أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل؟ ما هو إلا الحيطة فقط. فالصحيح الراجح أن نقول بأن حديث ميمونة قد فصل الخطاب، هي خلت بالماء
والماء فضل عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا الماء لا يجنب، سبحان الله، واغتسل بالماء. ولما كان معا كانت عائشة تقول له ابق لي ابق لي، وهو يقول لها ابق لي ابق لي. فيكون الصحيح الراجح في هذا الباب جواز الوضوء بما فضل عن المرأة، حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت حائضا الحيض لا ينزل في الماء فينجسه، وهي ليست نجسة، هي ليست نجسة، ولو خلت به حتى ما الذي فيه، ما الذي فيه لو خلت به. فالصحيح الراجح في هذا الباب أنه يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة كما في حديث ميمونة، وتجوز للمرأة أيضا لحديث ابن عمر، فكان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم معا. وهذه معناها أن إذا اختلفت الأيدي شرع معا، أو أن النساء أولا يتوضأن ثم يأتي الرجال بعدهن فيتوضؤون، ويكون هذا فيه أنهم توضأوا بفضل طهور المرأة، أنهم توضأوا بفضل طهور المرأة. هذه خلاصة المسألة فقهيا في هذا الباب، وإن كان فيها بعض الصعوبة، لكن بينا بأننا أرسينا كما أرسى المصنف قاعدة مهمة جدا، وهي العمل مع الأحاديث التي ظاهرها التعارض يكون فيها مناحي ثلاثة. المنح الأول هو كما قلنا يذهب بعضهم إلى الترجيح، إن كانت القوة ظاهرة في بعض الأدلة الأحاديث والبعض الآخر لم تكن بنفس القوة يعني أو اختلف فيها، فيرجحون قوة الإسناد والأحكام فرعا على التصحيح، أو يكون الأمر على التأخير والتقديم. ما معنى ذلك؟ يعرفون التواريخ، وابن عباس قال كانوا يأخذون بالمتأخر ثم المتأخر، يعني معنى ذلك أنهم يقولون بالنسخ المتقدم ينسخ والمتأخر يعمل به. نعم. وأولى من ذلك ما قاله المحققون، وهو النظر في هذه الأدلة التي ظاهرة التعارض بالجمع، الجمع بين الروايات، وهذا الأصل لقول الله تعالى عموما: وما آتاكم، ما اسم الأسماء المبهمة تعم كل ما جاء النبي، ما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحد الدليلين. نقف عند هذه، وكما قلت أذكر الطلبة بأنه يوم غد الساعة 10 ستكون الاختبارات شفهية، أريد أن أنظر في الملكة الفقهية عند الطلبة على ما يعني درسوا معنا في الملكة الفقهية، هذه على ما درسوه معنا سيكون الاختبار شفهيا. كيف يصنع الذي لديه مشكلة متعلقة بالغاز أثناء الصلاة وحدث لهم أخرى عند التشهد الأخير في صلاة الظهر، هذا المشكلة تكرر في معظم الصلاة تقريبا؟ طيب، هذا الذي عنده انفلات ريح هذا من أصحاب الأعذار، ومن أصحاب الأعذار أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، يصلي بهذا الوضوء صلاة الفريضة وما كان معها من السنة من السنن، ويفعل ذلك مع كل صلاة تأتي. يا شيخ، رأيت عقربا في المنام الغني، أعوذ بالله، ربنا يكون في عونك. بعد حاولت إبعاده عن عندما سألت قالوا لي إن هذا السحر قد أصابك، شيخنا صغير في السن، فهل هذا صحيح؟ وعامة فيه إذاء، فيه إذاء، وقد يكون سحرا وقد يكون حسدا، لكن السحر سم قاتل، خلي أحد يرقيك. لي قريبي كان بيطول شعره وبيسمع أغاني ربنا ده، بس دلوقتي قليل كلام خالص، بس بيعمل كل حاجة في الدين من أوراد وصيام، الله أكبر، وقيام. ما تفسيرك لهذا وكيفية الكلام معه؟ أنت يعني أنت تحسب أنه جنة يعني؟ هذا الرجل فتح الله له باب الخير وثبت عليه، نسأل الله جل في علاه يثبتنا وإياكم على هذا الخير، أمين. هذا الرجل تشجعه وتأتسي به أنت، وأيضا تساعده على ما هو فيه، بل وتسعد به أنه كده على هذا. اللهم ثبتنا إياه يا رب. أنا متزوج ولدي ولدان يعني، وزوجتي لا تحترمني، أعوذ بالله، وقبيحة اللسان وتقول كلام فاحش، هل يجوز لي الطلاق؟ هو يجوز لك أن تدق عنقها الأول يا حبيبي، أنت وجب عليك أن تجعلها تدور في الهواء مع الهواء، بلسانها تفعل ذلك، كيف تجعل لها لسانا يطول عليك وتكون قبيحة القول كما تقول؟ أين المروءة، أين المروءة والشهامة والرجولة؟ أين؟ أعوذ بالله. هذه امرأة إن لم ينفع معها الوعظ والهجر فلابد أن تجدد عليها، وبعد ذلك بعد ذلك يعني إن أردت أن تطلق أنا أقول لك لا تطلق،
لعلك ترضى منها بخلق، ولعلها تحسن لأولادك، لكن لابد أن تربيها، أنت الذي تسببت في ذلك. وإياكم. بنت أخي كانت في رمضان تعمل عمرة، في منامها أرادني أنا أمي جالسيني بجانب الحجر الأسود جالسيني، والله هناك أعرف من يتقن جدا التفسير يحال عليه، يعني في المكسرر أو هنا في الصفحة الأخرى، هناك ما يعني أعلم أن هناك من يتقن التفسير لكنه يخفي نفسه جدا فيحال عليه. أتقدم بين يدي هذا مني ليس بالحسن ولا بالفضل. أين الصبر على الزوجة؟ طيب أنا قلت له لا تطلقها، قلت له ربيها ولا تطلقها، فجوابي صار موافقا لما تقولين. لا أستطيع حضور الاختبار لظروف العمل، يعطيني وقت لابد تحضره، الذي لا يستطيع أن يحضر من أجل الوقت يعطيني وقت حتى لو على الهاتف أختبره، لن أفوت إلا بالاختبار عشان يبقى يكون معروف لديكم، لن أفوت ذلك إلا باختبار. الذي لديه عمل في وقت الاختبار خلاص يأخذ الهاتف ويتصل بي أختبره على الهاتف، أختبره على الهاتف، لازم أختبره شفهيا حتى أنظر في تكوين الملكة الفقهية هي موجودة أم لا. هذا الذي نريده أصلا، إن احنا نخرج طلبة علم مش ببغاوات. بعد موسم الحج كثير، يا ريت تعجل. حاضر، أسأل ربي أن ييسر لي وأبدأ فيه إن شاء الله من الاثنين القادم بإذن الله. طب الآن سأستأذنكم، والفتاوى إن شاء الله بعد ربع ساعة أو تلت ساعة إن شاء الله. هل شرط في العقيقة أن تجاوز عمرها السنة؟ نعم، يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربع ساعة أو تلت ساعة وتكون الفتاوى بإذن الله. السلام عليكم.